لك شنيت انت صبري؟ شنيت لحتى اروح انا على بيته لمظهر واخطب لك اخته، فهميه؟ صعبه يعني؟ لك معلوم صعبه؟ لا يا ابي مو صعبه، والله مو صعبه. ولك مين قال لك مو صعبه؟ بعدين ما لقيت غير اخته لحتى اروح اخطب لك اياها؟ يا ابي انت بتعرف انه هاي البنت اللي انا بدي اياها وبس. ايه بعرف، وما راح جوزك اياها. بعدين ابني روح دور على اي وحده بالحاره لاخطب لك اياها وجوزك اياها من هلا ومن هالساعه. من شو بتشكي البنت يا ابي؟ لك يا ابني والله ما بتشكي من شيء، بس اخوها معادي الحاره كلياتها. يا ابي انا شو دخلني باخوها؟ انا الي بهاي البنت وبس. لك يا ابني الله يرضى عليك، هدول الناس معادين الحاره كلياتها. اخوها ما صار لا بيفوت على بيت حدا ولا حدا بيفوت على بيته. لك حتى امها، اسالها لامك، امها ما عمرها فاتت على بيتنا او على بيت حدا من الجيران. لا ابن عمي، امه ما بتفوت على بيت حدا ولا حدا بيفوت لعنده. يا ابي انا ما دخلني لا بامها ولا باخوها، الي علاقه بالبنت وبس. فيا بتروح وبتخطب لي اياها يا بطلع وبخبى لحالي. ولك شلون بدك تروح تخطبها لحالك؟ يا ابي البنت عاقله ومربايه وادميه وغير كل اهلها، مزبوط يا امو؟ ايه يا امو، هي إيه يا ابو جميل، البنت منيحه وما في منها والكل بيمدح فيها. سمعت يا ابي؟ فمن شان الله يا امو تروحي وتخطبي لي اياها. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ابن عمي اذا نفسه بالبنت اطلب له اياها، وبس تصير عنا ما لنا علاقه لا بامها ولا باخوها. هيك قلتك بجميل؟ يلي بتشوفه انت ابن عمي. اتركيني فكر واحسبها براسي، لانه هذا اخوها مظهر لا بينحني ولا بينجلب ولا اعرف شو بدي احكي معه. سياريت يا بي ما تطول بحساباتك. ان شاء الله ان شاء الله ما بطول. الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منها. يلا تصبحوا على خير. انت من اهله امي، الله معك. نعم لك شغلي لا على البال ولا على الخاطر. شو هذا؟ لك ابن عمي شو فيه اذا فرح له شوي؟ اتركه يفرح شوي.